الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة والحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام والحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في علو شأنه وعظيم سلطانه ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله من أرجح العرب ميزانا وأفصحها بيانا فأوضح الطريقة ونصح الخليقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأمته وخلفائه المهديين من بعده ووزرائه العاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله في هذا اليوم العظيم وأطيعوه في كل لحظة وحين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين أحبوه إن الله مع الذين أفنوا أنفسهم في سبيل الله وفي دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا أمة الحبيب المصطفى اتبعوا رسولكم اتبعوه تنجوا في الدنيا وفي الآخرة
وقال الله تعالى: وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنحن أمة الإسلام على حق، ولذلك الله معنا، وأمة الكفر على الباطل، ولذلك الشيطان معهم. فلا تتركوا الشيطان أن يأتي إلى قلوبكم، ولكن اجعلوا الله عز وجل في قلوبكم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اجعلوا قلوبكم في محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين ومحبة المسلمين، تنجو في الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، اتقوا الله واشكروه على نعمه، وقولوا شكرا يا ربنا، شكرا لما أعطيتنا، شكرا لنا لإعطائنا الهداية. من يهدي الله فهو المهتد، فهدايتنا أي دلنا وهدانا إلى الإسلام، ولم يجعلنا من الكافرين، نعوذ بالله. ونشكر الله عز وجل في كل وقت وحين، ونصلي على نبيه الكريم حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا تجعلوا الدنيا همكم، ولا تجعلوا الدنيا هجرتكم، اجعلوا الآخرة همكم، واجعلوا الآخرة دنياكم، أي دنياكم في الآخرة، أي محبة الله ومحبة رسوله في الدنيا تأخذكم إلى محبته ومحبة رسوله في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين، فيا فوزا للمستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا، أمر وآمرا، أمرنا يجب أن نطيع. آمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا أمر إلهي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم، مفخر العرب والعجم، مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد. يا أيها المشتاقون نور جماله والمحتاجون شفاعته، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر أهل السنة والجماعة، اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا يا ربنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.